وجدي بدك هنا أن الحكومة ستواصل العمل على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين المناخ الأعمال ببلادنا. على سبيل المثال، مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى 10 سنوات الماضية، سيتم التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى. وسنعمل على جعل الطلبية العمومية محركا من محركات الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للاقتصاد للإقلاع الاقتصادي والتنمية الإنتاجية، للانتقال من مقاربة مصدرية صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية تعزز من شفافية المعاملات وتوحد المصادر وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام نسيج المقاولات الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.